مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية، والنهاردة الملف مختلف شوية لأن هي بناء على دراسة اتعملت أو أظهرت العديد كمان من الدراسات أن ناس كتيرة المصابين بحاجة اسمها داء التصلب العصبي المتعدد ده بيعانوا من زيادة في الوزن، والأشخاص كمان اللي بيعانوا من السمنة والمصابين بداء التصلب العصبي ده هم أكثر الناس المعرضة بنسبة كبيرة للإصابة بأمراض كمان مزمنة أخرى الواحد بيبقى في غنى عنها زي السكر وارتفاع الضغط وحاجات زي كده ومرض القلب وحاجات زي دي. فإزاي ممكن إن احنا نتفادى الموضوع ده وإيه أصلا مرض التصلب المتعدد؟ هنعرف بقى كل ده من الأستاذة الدكتورة إيمان المراكبي، أستاذة المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس. بونجور. بونجور. صباح الجمال. صباح الفل عليكي وعلى عيونك. وإيه موضوع التصلب المتعدد المشهور بيقولوا عليه أمس؟ أمس. إيه بقى؟ نفهم مزبوط. الأول ده إيه؟ بصي حبيبتي، أول حاجة هو مرض مناعي بيصيب الشباب من سن 20 إلى 35 سنة. ده جاي للشباب بس. يعني من سن 20 يعني آخرنا كده 35 40 كده عشان نشك في ام اس يعني. فإذا هو بيصيب الشباب، وعشان كده أنا اخترت يعني إن احنا نتكلم عنه، علشان احنا في قناة معظمها اللي بيتابعوها برضو شباب وقناة رياضية، فمهم قوي ان احنا نعرف الموضوع ده عشان لو حد عندنا عنده الاعراض يبتدي يتوجه بسرعه لدكتور مخ واعصاب، وبالذات يكون متخصص في التصلب المتعدد. أوكي. زي حالاتي كده. تمام. طيب الفكره كلها ان هو مرض مناعي بيصيب الجهاز العصبي المركزي. الجسم بيكون اجسام مضاده ضد خلايا المخ اللي موجوده في حاجه اسمها ماده المايلين. المايلين. المايلين دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السلك الكهرباء بتاعنا بتاع المخ بيبقى متغلف بأبيض. ده بيبقى اوقات بايظ عند ناس. بيبقى ضارب. بالظبط كده. هو بقى ضارب شوية في الموضوع دوت. بنقيسه ازاي بقى وهو ضارب؟ الله يا دكتور. هقول لك بقى، احنا بنعرف ازاي؟ أولا بيجي أعراض للمريض. فالحتة اللي بتضرب، الكابل بيضرب فيها، تمام؟ يحصل للمريض أعراض. فإيه الأعراض بقى اللي تظهر؟ المادة دي احنا قلنا بتتآكل، خلاص، نتيجة الأجسام المضادة اللي بتطلع ضدها فبتتآكل، فبيحصل أعراض للمريض. ممكن العين ما تشوفش، ممكن الإيد والرجل يتقلوا، ممكن الإيد بس، ممكن الرجل بس، ممكن يحصل ترنح أثناء المشي، عدم التحكم في البول، يعني أعراض خطيرة. وطبعا تخيلي إن ده شاب، ما تنسيش إن احنا بنتكلم طبعاً في شاب. طبعا. فطبعا ده أحد أسبابه السمنة، يعني احد الاسباب. طبعا اسبابه كتيره، وراثيه والتهابات فيروسيه ونقص فيتامين د، حاجات كتيره ده جدا بيصيب جدا. الاعصاب تحديدا يعني. بيصيب الاعصاب اللي هي في المخ، اللي هو المخ والنخاع الشوكي. فالعصب نفسه اللي هو طالع من الخليه العصبيه بيبقى عباره عن فتله كده ومتغلفه بالماده البيضاء اللي هي المايلين. فلما بتتاكل هذه الماده بينتج عنها الخلل اللي احنا بنقول عليه، ويبتدي الاعراض تظهر بصوره طبعا مرعبه. تلاقي البنت تقولك انا مش شايفه بعيني، يلفوا بيها على دكاتره العيون، دكاتره العيون يبصوا في قاع العين يقولوا ده في مشكله، روحي لدكتور اعصاب. يبقى احنا كده من الاخر لازم الاعراض دي لو حد حاسس بيها ما يطنش عليها، لانها بتيجي في شكل هجمات، وممكن المريض اول مره يطنش يلاقي عينه اتحسنت، بعد شويه يكبر دماغه، يعني الموضوع بقى يزيد ويتفاقم. طب ايه السمنه؟ احنا ذكرنا ان احد اسباب التصلب المتعدد السمنه، التدخين زي ما قلنا. السمنه العاديه ولا السمنه المفرطه زي ما بيتقال عليها؟ عشان لا، السمنه العاديه. السمنه حتى لو العادية. انا اوفر ويت مثلا 5 10 كيلو. حتى لو انا اوفر ويت 5 ل 10 كيلو، الابحاث اثبتت كده. التدخين والسمنه والناس اللي ما بتمارسش رياضه، التهابات الفيروسيه ممكن برضو هي بتسبب الام اس، زائد الاستعداد الوراثي. اوكي. فانا كده ممكن احمي نفسي ازاي ان انا احافظ في الوزن؟ طب اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه وما احرمش بقى نفسي وما تطلبيش مني اعمل رياضه كتير، عشان عارفه احنا بنتكلم بالزبط عن 80 او قولي 70% من الاعداد بتاعتنا في المجتمع. فمش صحيح. عايزين نروح نقول للشخص اللي هو ما بيعملش حاجه في حياته اصلا لازم تروح ولازم تاكل مش عارفه كويس، روح الجيم بالظبط، مش هيبقى واقعي. ففي حل إذا بقى بالظبط، اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. هو ده بقى اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، ان احنا نحمي نفسنا ازاي. نستخدم منتجات طبيعيه ما فيهاش اي حاجه كيميكال خالص، عشان المرضى يبقوا فاهمين ويبقوا عارفين، سواء مريض بالام اس او واحد عايز يحمي نفسه ان هو ما يحصلوش المرض ده او اي مرض. ان انا ابتدي اخد حاجه اسمها بيستا،
بيستا ده منتج مكون من ثلاث أرياف رئيسية، اللي هو ظاهر على الشاشة، السيليوم وردة القمح والشوفان، وكمان دول ثلاث ألياف زي ما قلنا طبيعية خالص مفيش أي مشكلة منهم، وعليهم كروميوم، ومادة الكروميوم دي بتزود الحرق، وكمان عليهم مضادات أكسدة زي فيتامين سي وخلافه. طيب ايه دوره بقى البيستا؟ احنا بندوبه كيس على كوباية مية ثلاث مرات قبل الوجبات الرئيسية يوميا. يبقى انا كده بضمن ان انا بيحصل لي يعني المعدة بتتملي بالالياف، زي ما حضرتك عارفه ان الالياف اول ما هتشربي ميه او اول ما هتحطي عليها الميه بتنفش في المعده وتملى جزء كبير جدا من المعده، يتبقى لي حاجه بسيطه قوي علشان اكل منها. كاني عملت تكميم او كاني عملت الكبسوله اللي بيقولوا عليها، الكلام ده كله بس بمواد طبيعيه ما تقلقناش وما تخوفناش. فاذا احنا كده عرفنا البيستا. ايه تاني بيعملوا البيستا؟ بينظم حركه القولون والامتصاص من القولون، وثلاث ارباع الشعب المصري ايه ما كانش 100% القولون بايظ عندنا كلنا الحمد لله. يعني من بدايه من الفول، واخده بالك، للحاجات اللي بناكلها، للقرنبيط، للمش عارف ايه، تلاقي القولون للزيوت والحاجات اللي للزيوت والحاجات الاي والمهدرجه و ففعلا احنا عندنا مشكله حقيقيه. ده بقى في كل الاعمار على فكره موضوع ده، في كل القولون الأعمار. ده من اول الطفوله يعني الحمد لله، يعني الطعميه بقى بالزيت والكلام ده كله. فاذا احنا لو عملنا كده هنضمن ان احنا ناكل حاجات بسيطه زي ما حضرتك قلتي، مش هحرم نفسي، لا هاكل اللي انا نفسي فيه بس بكميات بسيطه. كويس، ده اول حاجه. طيب هل بس اخد البيستا بس؟ لا، يفضل ان انا اخد معاه مالتي فيتامين علشان يعوض لي الفيتامينات اللي جسمي بيفقدها اثناء التخسيس. يبقى انا في الحاله دي باخد حاجه اسمها الب مالتي فيت، الالب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، ده احسن منتج موجود لانه مليان تركيزات عاليه من الفيتامينز اللي جسمي محتاجها وانا بخس. زي اول حاجه الفيتامين بي، ده كل الفيتامين بي كومبلكس موجود كله فيه، فيتامين بي 1 و 3 و 5 و و كلهم لحد 12 موجود في الالب مالتي فيت. تاني حاجه الزنك، النحاس، الحاجات دي كلها مهمه جدا للشعر وللضوافر وللبشره، فيديني احساس بالنضاره، يديني احساس ان انا مش خاسه بقى وشكلي وحش، لا ده انا برجع كيوته كده صغنطوطه ووشي حلو وجميل وما بقاش شكلي اللي هو بقى ايه، عارفه اللي بيخسوا تحس ان يقول لك مالك انت عجزت. يقول لك انت شكلك عجز فجاه ليه؟ لان احنا ما شاء الله احنا رائعين في ان احنا ندي لبعض نيجاتيف انرجي الصبح، ندي لبعض كده على الصبح، مالك يا ابني شكلك عيان كده ليه انت؟ بالظبط بالظبط. كان في اذكر زميله عزيزه ليا، يعني كنت انا يعني الحمد لله رب العالمين تقريبا نص وزنها تقريبا، يعني كل ما تشوفني تقول انت تخنتي. فاحنا بنحب دايما نحطم اللي بيعمل حاجه كويسه، دايما نقول له لا انت وحش يعني. فاذا فاحنا نخلي بالنا من الفيتامينز اللي هناخدها مع البيستا، هتلاقي نفسك ان انت زي الفل يعني، لا شعرك بيقع، البشره كويسه، الارهاق مفيش، الطاقه، لان الفيتامينز طبعا هي المسؤوله عن عمليات الايض والتمثيل الغذائي، فاذا بنحصل على الطاقه من خلالها. هايل جدا. انا بحب اروح دايما لاسئله السوشيال ميديا، انا بتبقى لما الموضوع كله برضو طبعا عشان محدش يزعل مننا من الناس اللي بعتت. علياء محمود بتقول سنها 33 ووزنها 90 وطولها 160، دي اوفر ويت بزياده. بزياده جدا طبعا طبعا. فهي الحقيقه هينفع معاها البيستا طبعا. اول حاجه بحل الغده الدرقيه وفيتامين دي، ده مهم قوي عشان يمكن يكون في عندها خلل في الغده الدرقيه وهي مش واخده بالها. تاني حاجه ابتدي على طول البيستا مع الالب مالتي فيت زي ما قلنا نص ساعة قبل الوجبات الرئيسية التلاتة، وممكن ناخد أكتر من تلاتة، يعني في ناس الوزن لو أنا عايز أنزل بسرعة ممكن أخد أكتر من تلاتة، ممكن أربعة، ممكن خمسة، مفيش أي مشكلة. أنت كل ما بتزودي في الألياف كل ما بتقللي في الكربوهيدرات والدهون والحاجات الوحشة اللي بتتخن. تاني حاجة تاخد مع الألب مالتي فيت، وأنصحها إن هي تتصل بالأرقام اللي على الشاشة، وبالمناسبة شركة بايو ناتشرالز الأرقام الوحيدة اللي بيباع من خلالها المنتجات هي اللي ظاهرة على الشاشة، وليس لهم أي فروع أخرى أو أي أرقام أخرى أو أي وسيلة أخرى. فإذا هي لما هتتصل هتاخد الكورس على بعضه اللي هو البيستا والألب مالتي فيت، وكمان هتاخد عليه هدية علبة فيتامين دي، دي هدية مجانية، وكمان من حقها تطلب لو عايزة تطلب القهوة اللي هي الخضراء الجرين كوفي، دي برضو من الحاجات اللي بتسهل الحرق. بتسهل الحرق، وكمان انتي اوكسيدنت اللي هو مضاد اكسده، ف
فبرضو نفس القصة هتساعدها جدا في ان هي تزود الحرق بتاعها، وكمان الطاقة والانرجي والنضارة، لان هي اصلا انتي اوكسيدنت. كويس. فانصحها فورا تعمل كده، وفي خلال شهرين بالكتير هتكون نزلت وصلت الايديال ويت بتاعها ان شاء الله. كويس جدا، وحلو ان كمان الواحد يعني يخس وما يبقاش تعبان في البروسيس او في الرحله بتاعه الخسسان. بالظبط، لان الموضوع مش سهل على فكره، الحرمان من الاكل ده مش سهل خالص، الموضوع مش بسيط يعني. طيب مايا صحيح. احمد، السن برضو الثلاثينات، يعني هي 30 تحديدا، طولها 160، وزنها 109. الله، كتير وزنها 100، ده صعب جدا. كتير ربة كتير. منزل، بتحب المطبخ والاكل جدا، وعندها ثبات في الوزن، ما بتنزلش وما بتزيدش، هي ثابته على كده ده كويس ان هي 109. ما بتزيدش، يعني ده احنا نحمد ربنا، لان انا بس دايما هي اقول بتقول عندها دهون للحالات دي، عنيده. طبعا طبعا دايما اقول للحالات دي عشان اشبه لها الموضوع وخطورته، ان حضرتك شايله شنطه سفر تزن 35 كيلو، يعني هو شنطه السفر مسموح لك ب 32 اصلا، فانت شايله 35 على قلبك، لان القلب مش هيستحمل صح، الوزن ده. نقطة انت حلوة. متخيله ان تبقي ماشيه شايله شنطه 35؟ هل احنا بنقدر نشيل ولا بنجيب دايما حد يشيل لنا شنطه السفر؟ فتخيلي بقى انت شايلها طول الوقت، هيحصل انزلاق غضروف، هيحصل مشاكل، الظهر هيوجع، الركب هيحصل فيها خشونه، الكلام ده كله. فالتشبيه البسيط ده، انا عندي حاله شبهت لها الموضوع ده، مش عايزه اقول لك، جت الزياره اللي بعدها نازله 5 كيلو وعلى البسته على فكره يعني، وجايه مبسوطه جدا، لان اول حد ينجح ينزلها في الوزن، قبل كده كله بيديها ريجيم ما بتعرفش تنزل. فاحنا بنهت المشكله، ان انا الناس اللي ما بتقدرش تمنع نفسها من الاكل، زي السيده الفاضله اللي بعتها، ان هي ما بتقدرش تبعد عن المطبخ والطبيخ، وهو في احنا الشعب المصري الكالتشر بتاعنا عندنا حب الاكل ده حياه، يعني في ناس تقول لك هتحرميني من الاكل، ده هو الحياه كلها فيها ايه غير اكل؟ صحيح يعني في ناس بالنسبه صحيح، لها شايفه الحياه عباره عن اكل بس. احنا جايين ناكل يعني، احنا جايين ناكل جايين نعمل ونمشي يعني. ما هنمشي بعد كده، هنروح فين؟ بالظبط. فهو لا، احنا ممكن ناكل بس بالعقل، وعلشان ما يحصل لناش اضرار صحيه، طبعا سكر وضغط بقى والوزن وقصه الظهر والانزلاق الغضروفي، حاجات كتيره جدا جدا احنا في غنى عنها، وخصوصا بقى جلطات دي اللي حقيقة. شغاله في الشباب، جلطات المخ وجلطات القلب والكلام اللي حضرتك عارفاه ده كله. فاذا لا، انا بنصحها ان تبتدي فورا تتصل بالارقام اللي موجوده، وباذن الله هتاخد الهديه المجانيه اللي هي الفيتامين دي، دي هتساعدها جدا، لان احنا معظم برضو الشعب المصري عنده مشكله في فيتامين دي قويه جدا. دي حقيقة، اللي هو بتاع اللي احنا المفروض بنستخلصه من الشمس. بالظبط، هو الشمس لما بتطلع الاشعه بتاعت الشمس، المفروض انها في الجلد بيتحول الفيتامين دي، بيحصل له اكتيفيشن. فانا لو ما عنديش انا فيتامين دي في جسمي، ايه اللي هيبقى اكتيفيتد؟ مفيش حاجه، فيعني بيتنشط، فلازم انا اخد فيتامين دي واتعرض للشمس. كويس، فكده هي في بس الحاله في دي مواعيد طبعا معينه، لان احنا طبعا بنتعرض في مواعيد غلط، دي بتبقى طبعا مضره. يعني عندنا الفتره الصبحيه اللي هي البدري دي كويسه، والفتره اللي هي قبل المغرب، انما بقى اللي هو فتره النهار الساعه 12 ومن 12 لغايه 3، دي فتره دي مش ظريف خالص تعرض كويس. للشمس، خطر طيب يعني. احنا معانا لسه اسئله للسوشيال ميديا، بس معانا برضو تمام، كيس جرب بنفسه، اسمه علي، جرب بنفسه، وخلينا نسمع بقى التجربه كانت معاه ناجحه ولا لا، وازاي قدر يخس. خلينا نروح نتابع. اوكي، احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع، وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي، لان طعمه كان طعم التفاح، كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله، لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. حلو برضو الواحد يسمع ناس جربت بنفسها، طبعا بيبقى مختلف شويه، برضو احنا ثقافتنا الواحد عايز يطمن قبل ما اروح، بلجا لاي مكمل غذائي، بلجا لاي حاجه ممكن ان هي تخسسني، لازم اطمن من سلامتها ومن طبعاً. الشركه، ومن اسمع ان حد يعني شكر فيها. فحضراتكم احنا بنحاول نعرض اكيد كل ده على الشاشه عشان يبقى فيه مصداقيه، وعلى فكره دي اهم طبعاً. حاجه. طبعا عايزه عشان برضو استغل الوقت ان فاضل خلاص 3 دقائق تقريبا، هنروح ليه، خليني اخد مثلا من كبار السن بقى. استاذ محمود عنده 65 سنة، وزنه 130،
وحركته بسيطة وبقى عنده تعب في التنفس وفي القلب. طبعا ده 130 ده كتير جدا جدا على السن ده، هتلاقي القلب فيه مشكلة، هتلاقي الرئة فيه مشكلة في النفس، هتلاقي بالليل بيحصل له اختناقات أثناء النوم. لا أنا أنصحه فورا إن هو يتصل بالأرقام الموجودة على الشاشة وياخد الكورس، وهيفرق معاه جدا، لأن احنا بننزل من 8 ل 12 كيلو في الشهر، ف 130 ده كتير قوي، عايز يمشي عليه يعني فترة مثلا ثلاث بني آدمين مثلا. بالظبط، لازم لا تقل عن 6 شهور هيمشي على المنتج ده علشان ينزل. طبعا 130 كيلو كتير كتير يعني، احنا عايزين مثلا عشان ننزل ل 60 كيلو او 70 كيلو يبقى هنشتغل مثلا عليه على الاقل 6 شهور. انا مش عارفه ليه الواحد ممكن يسيب نفسه لحد هذه اللحظه، يعني اللي هو بيبقى هو بيبقى غصب عنه اكيد. ليه بقى؟ لان كبار السن مشكلتهم اللي عامل قلب مفتوح، اللي عامل قساطر قلب، اللي ركبه فيها عمليه، اللي ما بيحسبهاش استبدال مفصل يعني. واللي من الاول مش حاسبها، السكر بقى والضغط والكلام ده كله، يعني هو زي ما تقولي ايه، تراكمات، وبعدين يصحى على الكابوس بقى، يعني يصحى فجاه بقى ان هو بيتخنق اثناء النوم، لا ده في جلطات في القلب، لا ده في المخ جه في جلطه، يبتدي بقى ساعتها يقول اخس. طب ما احنا نخس من الاول، احنا الوقايه خير من العلاج، فانا لو خسيت من الاول احمي نفسي من كل السيناريوهات اللي هي السيئه دي. وعايزين قبل ما نختم ناكد ان الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشه من خلالها تقدروا تاخدوا المنتجات دي لو انتم موجودين حتى في القاهره، مش لازم محافظات، بس مش حابين ان يعني تروحوا او تدوروا، تقدروا من خلال التليفونات ان انتم يعني يوصل لكم ده. والتوصيل في كل المحافظات على فكره، وكمان صفحه بايو بيستا ممكن الناس تدخل عليها وتتواصل مع الفريق، وكمان في متابعه مجانيه اسبوعيه ريجيم ببلاش تماما، لما بيتصلوا ياخدوا الكورس يتعمل لهم ريجيم مجانا من قبل اخصائيين التغذيه. حلو جدا، المتابعه امر اعتقد مهم بالزبط. جدا في مرحله برضو فقدان الوزن. دكتور ايمان نورتينا كالعاده، كل مره بتجيلنا ملف مختلف ومعلومات فيه جديده، يعني يا ربنا يخليك. انا شخصيا ما كنتش اعرف خالص عن ملف النهارده، فبجد استفدنا. ميرسي يا حبيبتي، وشكرا، وان شاء الله باذن الله الجميع يستفيد، ونشوفكم دايما في ملفات جديده ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم برضو على متابعتنا لحلقه النهارده، ونشوفكم بكره في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.